تعال تعال برا. الموضوع بتاع انه الكونغرس وعد بانه يرفع العقوبات او لا، العقوبات دي بتمشي بهم زي ما بسموها بروسيس، ما بتترفع كده بقرار من الكونغرس طوالي، ما لازم يحصل له سبميشن، يعني بالاداره هي اللي بتعمل سبميشن للكونغرس، والكونغرس بعد ذلك بينظر فيها. نحن قصدنا طلوب الكونغرس قبل ما تجيه السبميشن من الاداره، وكان قبول للمساله دي مطمن جدا. بعد ذلك بتبقى هي اجراءات. طبعا الكلام بتاع انه انا وعدتها حندفع الحكايه دي في اسبوعين وبتاع، احنا اول حاجه ما اتفقنا على فيجر ذاته عشان ندفعها في اسبوعين ولا ثلاثه اسابيع، لسه في حوار بيننا وبينهم، والمساله دي حتاخذ وقت، يعني ما عشان الناس ما يتخيلوا انه نحن جينا وثاني يوم بكره حتترفع العقوبات دي. هي بروسيس فيها 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 اخذ ورد لسه، وحتى مساله الدفع يتم كيف ما تناقشنا حول اصلا. نحن لنا فترة طويلة جدا بنتناقش حول الرقم. أنا ما أعرف الناس عارفين إنه الرقم ده بدأ ب 11 مليار. قرار قضائي بإنه السودان مفروض يدفع 11 مليار. ففي النقاش معاهم نحن عندنا تيم حقيقي، يعني تيم احترافي، تيم محترم من النائب العام ومن جهاز المخابرات والخارجية. شغالين مع بعض في تناغم كامل، ويعني اي ناس فيري امبرسيف شغالين في الموضوع ده مع الجانب الامريكي. المساله دي نزلت من 11 مليار لمئات، لكن ما في فيجر لسه اتعمل. ونحن كل اللي عايزينه من البروسيس دي انه نحصن السودان تجاه اي قضايا اخرى.